وعاد إلينا مرة أخرى رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة. أهلا بك سيد رائد، هل تسمعني الآن؟ أهلا بكم، أسمعك صحيح. طيب بداية سيد رائد، يعني استهداف واضح للمستشفيات، سواء المستشفيات مستشفى الشفاء أو مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى النصر وعدة مستشفيات أخرى كثيرة، إذا لك أن تشرح لنا الوضع الآن. في الحقيقة يتعرض مستشفى الشفاء يعني منذ فجر اليوم إلى عديد من الغارات في محيطه، وحسب مفادة وزارة الصحة تعرضت العيادات الخارجية داخل المستشفى أيضا لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات. طبعا هذه الهجمة الإسرائيلية على المستشفيات والقطاعات الصحية بشكل عام تستمر منذ أسبوع بشكل مكثف ومتعمد، مما يعيق الخدمة الطبية وتقديم الخدمات الصحية لآلاف المصابين ومئات المرضى الذين يتلقون العلاج. فبالتالي القطاع الصحي الآن منهك ومستهدف وغير قادر على تقديم الخدمة الطبية على أكمل. طيب السيد رائد، كان هناك أيضا مصادر طبية أشارت إلى أنه مجرد ساعات وتخرج مستشفيات غزة والشمال عن تقديم الخدمة، لو تطلعنا بمزيد من التفاصيل، لأنه المسألة المتعلقة بالوقود كانت مسألة يشار إليها على أنها تساوي تماما الأدوية والحاجة إلى المياه والحاجة إلى الغذاء نظرا لتوقف المستشفيات، ماذا في إطار هذه المسألة أو هذه النقطة حتى هذه اللحظة؟ يعني جميع المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية والمعدات الخاصة بالأجهزة الطبية لن يكون لها فائدة في حال توقفت الأجهزة الطبية عن العمل عن طريق مولدات الطاقة. فبالتالي الوقود مهم لتشغيل هذه المولدات في ظل انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي منذ 35 يوما. فبالتالي هناك مرضى عديدون يتلقون العلاج، سواء مرضى السرطان او الفشل الكلوي او الاطفال القدج او ممن المصابين والمرضى الذين لهم عمليات. كثير من المرضى على في غرف الانعاش وفي اقسام المبيت الذين بحاجه لتوصيل الكهرباء. لكن هل لك ان تطلعنا عن المستشفيات التي تبقى لها ساعات قليله وتخرج عن الخدمه نتيجه جميع المستشفيات في قطاع غزه يعني تقترب من نفاذ مخزونها. نحن على سبيل المثال في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني منذ يومين بدأنا بتقليص خدماتنا بشكل كبير والاعتماد على مولدات صغيرة والاعتماد على صواني الأكسجين وليس على محطات توليد الأكسجين وغيرها من الأمور، لأن أمامنا الآن يعني أقل من 24 ساعة وللأسف سينفذ الوقود من المخزن لدينا وبالتالي تتوقف المستشفى عن العمل، مما يعرض حياة الكثير من المرضى. طيب سيد رائد، يعني بخلاف المصابين من القصف بالتأكيد كان يوجد بالمستشفيات العديد من المرضى، سواء مرضى القلب أو السرطان أو أمراض أخرى منذ يعني من قبل ذلك العدوان الغاشم، كيف تم التعامل مع هذه الحالات الآن وكيفية الوصول لحل لعلاجهم؟ الحديث يدور تحديدا عن هؤلاء يعني الاشخاص، رغم اهميه ما يقع من ضحايا. يعني هناك مصابين على مدار الساعه بحاجه لتدخل جراحي وطبي وصحي، ولكن ايضا هناك مرضى الامراض المزمنه والقلب والفشل الكلوي والاطفال القدج الذين موجودين في الحضانات. جميع هذه الفئات المرضيه بحاجه لمتابعه وبحاجه دوريه وبحاجه لتقديم خدمات صحيه بشكل دوري، وبالتالي أي قطع لهذه الخدمات يؤدي فورا إلى تعرض هؤلاء المرضى للموت، بالإضافة إلى المصابين والجرحى على مدار الساعة والذين يحتاجون إلى تدخل طبي مستمر. فبالتالي إذا لم يتم إدخال الوقود، إذا لم يتم دعم القطاع الصحي واستمرار المستشفيات العاملة والتي تتقلص عددها بشكل كبير، ستتحول هذه المستشفيات إلى مقابر جماعية يحكم بالإعدام على جميع المرضى فيها.